اليوم الأمير نواف بن فيصل نقل إلى أعضاء ومجلس إدارة ولاعبي ومنسوبي إدارة نادي ضمر ولاعبي كرة اليد تحيات بالتأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد حفظهم الله. نقل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي مضر بالقديح وأعضاء الفريق بكرة اليد واعتزازهم بما حققوه من إنجاز. جاء ذلك طبعا خلال استقباله لهم كما تتابعون في هذه الصورة.